ضيفنا سيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إيكويتي جروب. أهلا بك سيد رائد وشكرا لانضمامك. دعنا نتحدث عن النفط وتحركاته، ما هي مدى قدرة النفط على مواصلة المكاسب، وهل أصبح مرتبطا بالحالة المعنوية والمزاجية لأسواق الأسهم أو الأسواق ذات المخاطر المرتفعة بشكل عام؟ يعني يعتبر النفط إلى درجة كبيرة قد خرج من عنق الزجاجة وتحت الضغط السلبي، طبعا هي عبارة عن راوند 1 خلينا نسميها من الضغط كانت على النفط على وجه التحديد بنتيجة القلق من المستقبل، إغلاقات الاقتصاد الكلي، الإفراط في المعروض والطلب المتراجع بشكل حاد 30% تراجع الطلب. فإجمالا النقطة التي برزت الآن عودة النفط للارتفاع مرة أخرى يعني تأتي بنتيجة عودة افتتاح الاقتصادات تدريجيا، إضافة إلى الالتزام بتقليص المعروض، وبدأنا نرى الآثار على تقلص في الانفنتوريز أو المخزونات النفط الأمريكية، وهذا إيجابي. ولكن النقطة الأبرز هي أن يستمر هذا الوضع على الأقل للفترة القادمة، لأنه ما يحدث الآن هو عملية تعديل للطرف الثاني من المعادلة وهو العرض بشكل حاد جدا حتى يواكب الطلب المتراجع والضعيف، ولكن الطلب لا يزال متراجع وضعيف حتى لو عاد الاقتصادات للافتتاح مرة أخرى. لما بنقول نحن أنه تراجع عندي من تقريبا 100 مليون برميل يتم طلبها يوميا إلى 84 مليون برميل، فنحن بنتحدث عن انخفاض قوي وممكن يستمر أكثر هذا الانخفاض أو لفترة أكثر امتدادا، وهنا يصعب كثيرا على النفط أو على منتجي النفط أن يبقوا على مستويات الانتاج ضعيفة إلى فترة ممتدة أكثر، وخصوصا أنه عديد من الدول ترتكز بأكثر من 40% من ناتج التحليل الإجمالي على النفط، وبالتالي سوف تفقد قدرتها الشرائية ومساهمتها في نمو الاقتصاد العالمي كذلك. طيب رائد، تقريبا يعني إذا نظرنا للمؤشرات العالمية، دعنا ننظر مثلا إلى الاس ام بي 500 أو الداو جونز، على مدار 25 جلسة يتحرك بشكل عرضي بين نطاقين، يعني يرتفع وينخفض، ولا توجد نفس العمليات التعافي التي كنا شاهدناها بنهاية شهر مارس وفي شهر أبريل. هل الأسواق الأمريكية وأسواق الأسهم عالميا بشكل عام فقدت الزخم ولديها حالة على المدى الطويل من عدم اليقين؟ بلا شك هذه الانتعاشة السريعة التي حدثت بنتيجة عودة فتح الاقتصادات سببت عنا تسلق الداو جونز إلى قرابة 25,000 دولار، ولكن فشلوا بتحقيق ذلك وعودوا للتراجعات اليوم بأكثر من 300 نقطة. لكن إذا بدنا نسلط الضوء أكثر على المود العام، المستثمرين الآن يعني نوعا ما كان في عندهم حالة من الإفراط بالتفاؤل بالفترة الماضية، سببت هذا الزخم بالاتجاه الصعب. لكن إذا بدنا نتحدث عن مواكبة السياسات النقدية التي قد تحدث والدعم الذي يولده تحفيز السياسة النقدية سواء برامج التيسير النقدي وآثارها على الاقتصاد، ممكن دعم بشكل كبير مزيد من الارتفاعات في أسواق الأسهم بنتيجة أنه السياسات التسهيلية القروض الرخيصة ممكن أن تدفع عجلة الاقتصاد، ولكن الوضع قلق طالما أن هناك مشكلة صحية لا توجد حلول. التفاؤل الذي شهدناه هو تفاؤل شركة موديرنا أو في بعض الشركات التي تظهر إمكانية إيجاد لقاح وتوقف في الأزمة الصحية، وبالتالي يعني انكشاف القلق أو إزالة القلق عن المود المستثمرين. ولكن حتى الآن المستثمرين ميالين إلى الإيجابية أكثر، وأي عمليات تراجع نشهدها ستبقى محدودة وضيقة. يعني على ما أعتقد داو جونز ممكن ما ينخفض أكثر من 24,000 نقطة ويعود مجددا لمزيد من الارتفاعات، ولا نتفاجأ وصل إلى 27,000 مع أي أخبار إيجابية من الجانب الصحي أو أن يكون لدينا برنامج تحفيزي جديد. رأيت سريعا ماذا عن تحركات اليورو والصندوق الإنقاذ الأوروبي، هل يؤثر على تحركات اليورو؟ هل سنشاهد اليورو يستعيد بعض البريق مقابل الدولار الأمريكي على المدى المتوسط؟
من المتوقع بشكل كبير أن يكون هناك ارتدادة، متوقع هذه الارتدادة سواء كان من التحرك الأوروبي المشترك، عملية فتح الاقتصاد داخل أوروبا، إضافة إلى السياسات التحفيزية النقدية التي يتبعها ممكن اليورو يشهد عودة إلى ما فوق مستويات 1.08 إلى مزيد من الارتفاعات في الفترة القادمة بشكل إيجابي، ولكن متدرج على المدى المتوسط إلى مستويات 1.058 تقريبا، ممكن تكون هي مستويات التي تنطلق من بعدها مستويات اليورو. ولكن قوة الدولار الأمريكي بنتيجة القلق من المستقبل والتوجه إليه حاليا كملاذ آمن هي ما تضعف اليورو حاليا، ولكن برامج التحفيز الأوروبية قوية وأكثر فعالية لصحة التعبير. نشكرك طبعا رائد، أنت رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب.